مع اقتراب الحرب الروسية الأوكرانية من دخول شهرها العاشر، تتجه المعركة للتصعيد مع استمرار التأكيدات من جانب روسيا حول هجوم أوكراني وشيك على مدينة خيرسون. أوكرانيا وحلفاؤها من الغرب يرون أن خيرسون هي المنطقة الأبرز حاليا في جبهات القتال، أما بالنسبة لروسيا فهي تشكل أهمية كبيرة لها. تلك المنطقة التي تعد خط إمداد حيوي ونقطة ربط رئيسية بين الجنود الروس والمناطق التي تسيطر عليها قواتهم. التصعيد من موسكو وكييف لم يقتصر فقط على حشد عسكري على أطراف المدينة، بل وصل إلى تراشق كلامي بشأن الوضع في خيرسون. موسكو اتهمت أوكرانيا بالتخطيط للهجوم بقنبلة قذرة، وعلى الجانب الآخر اتهمت الخارجية الأوكرانية روسيا بالقيام بعملية تهجير قسري للمدنيين وتعريض حياتهم للخطر. رداً على تلك الاتهامات، أكد مسؤولون في روسيا أن إجلاء المدنيين من الضفتين الغربية والشرقية للنهر يهدف إلى تأمينهم وحماية أرواحهم. أما عن أمريكا، أعلنت على لسان وزير الدفاع أوستن إيمانها بقدرة الأوكرانيين على حسم معركة خيرسون واستعادة السيادة. سباق مع الزمن وحشود على كافة جبهات المدينة ينبئ بمعركة وشيكة قد تغير دفة الصراع.